السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو راح نشوف نتائج اللي سويناه من تسميد وزراعة ثوم بالنسبة حق هذه الفلفلة. طبعا مثل ما انتم شايفين صح صار في نمو، اتوقع تقريبا هذا الجزء كله صار في نمو، يعني نتكلم 15 سنتي تقريبا من النمو، ولكن نمو ضعيف مثل ما انتم شايفين، الاوراق صغيرة يعني مقارنة بالنبتة اللي راويتكم الثانية في الفيديو اللي سألتكم هل نواصل أو نوقف. الحجم يعني هذيك يعني تعدت المتر في الطول وفي العرض بعد، يعني فأتوقع أن في مشكلة. فاللي راح أسوي معاكم اليوم أنه راح أشيل طبقة المالش، راح أشيل الثوم، وراح أزيل الشجيرة هذه أو الفلفلة هذه من التربة، نشوف جذورها هل فيها نيماتود. إذا ما كان فيها نيماتود أتوقع المشكلة من البذر نفسه، لأن كل اللي زرعته من هذه الصنف ما أنتج ولا شيء هذه السنة للأسف. فقد يكون في مشكلة في البذور نفسها أنها ضعيفة أو ما في مشكلة في مكان ما يعني. فراح أجرب الكاميرا معاكم، راح نزيل المالش، نزيل الثوم، راح أشيل النبتة ونشوف جذورها ونتناقش في اللي جاي إن شاء الله. مثل ما احنا شايفين الثوم موجود ونبت. مثل ما قلت يعني الهدف منه مو ان انا ابي ازرع ثوم، الهدف منه هو مكافحة النيماتود. فراح احاول استخرجه واشوف شنو موجود. بدأ فعلا الثوم يفترق، يعني بدأ يكون فصوص ثانية، ولكن للأسف احتاج هذه الأصيص واحتاج التربة اللي فيه، فراح ازيله، اضطر ازيله، ولكن راح استخدمه، ما راح ينرمي يعني، او ممكن انقله ازرعه في مكان ثاني ما اعرف. وانا ازيل الثوم من سطح التربة لاحظت ان السطح كامل ممتلئ جذور هذه الفلفلة، هذه كلها جذور الفلفل. فالحين راح احاول اشيلها واتفقد جذورها. فهذه يعني اغلب الجذور، خلنا نقول كتلة الجذور، لحد الحين ما اشوف علامات نيماتود فيها الصراحة، ما تشوف علامات نيماتود فيها. الجذور بيضة صحية ما فيها شيء يعني. طبعا هذه النبتة الحين انا ممكن ان اقلمها وانقلها في اصيص ثاني، او حتى ممكن اغسل الجذور وانقلها الى زراعة مائية بعد، ممكن هذه شيء وارد. ولكن لانها نبتة ما انتجت ما ثمرت، فبصراحة مو حاب احافظ عليها، فاتوقع انها راح تروح في الكومبوست يعني، ما ابي اواصلها الصراحة، لان اساسا ما انتجت ولا ثمرت يعني الصراحة. ف مو بنبتة ان انا ابي احتفظ فيها. فاتوقع ان المشكلة في البذر نفسه من في هذه التجربة يعني. ولكن اللي راح اسويه معاكم انه ان شاء الله باذن الله الموسم الجاي اذا الله احيانا وياكم راح نعيد هذه التجربة، راح استخدم بذور جديدة، راح اشتري بذور جديدة للتجربة هذه. يمكن استخدم 100 لتر، يمكن استخدم 150 لتر، راح نشوف. ولكن راح يكون حجم الاصيص كبير
على أساس نقدر نواصل أو نشوف نتائج هذه التجربة. يعني يمكن ما أسويها على السطح حتى، يمكن أسويها تحت في الحديقة. في كل الحالات إن شاء الله بإذن الله راح أواصل معاكم هذه التجربة الموسم الجاي، راح نعيدها بالأحرى. واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم في أسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.